تابعنا معاكم احداث المباراه الاولى لسيراميكا كليوباترا في الجوله الاولى من الدوري المصري، واللي كانت انطلاقه كبيره جدا للنادي. ولكن نادي سيراميكا كليوباترا يعني عنده مباراه مهمه جدا بكره مع نادي الزمالك الساعه 5. خلينا نروح نشوف اهداف مباراه سيراميكا كليوباترا والمصري في الجوله الاولى. الركنيه الاولى لمصلحه سيراميكا كليوباترا، الفرقتين عندهم اسلحه وعندهم انياب. اتلعبت الركنيه على القائم الاول، وادي لمسه وجول جول 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 جول. الهدف الاول ميدو جابر بيفتتح التسجيل اصدقائي لسيراميكا كليوباترا من كره ثابته. حوار الكروي المصري وسيراميكا كليوباترا ومنافسات اليوم الاول. ادي جون ايبوكا بيسدد وكره جول 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 صديق الامس ومنافس اليوم، ماكينة الأهداف القناص السفاح جون ايبوكا. زي ما انت عايز تقول قول، في الدقيقة 30 يطلع صاروخ أرض. فرانك ايتوجا مرباتش مع دغموم، كان عايزها في المساحة وحطها له ايتوجا في رجليه. محمد ابراهيم فنت حلو من ريان عايز يربط وفعلا بتوصل له، وادي تسديده وجول جول جول. ولكن في لمسة يد، قرار سليم من السيد منير. هل فيها لمسة يد ولا ما فيهاش؟ لا ما فيهاش. جول، هدف ثالث. السيد منير بيقول خبطت في الجزء اللي ما لا يحتمل. من سيراميكا كليوباترا خلينا نروح لفيوتشر ونشوف مع بعض هدف عمر السعيد في مرمى حرس الحدود. يلعبها لمين؟ عمر السعيد مكانك مش هنا يا عمر، مكانك في منطقة الجزاء. ادي كورة تتسقط أمامية خطيرة 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 خطيرة. هدف أول. قلت لك مكانك في منطقة الجزاء. البديل ينزل يبدل أوضاع المباراة، بالرأس يحطها في الشباك. 1-0 لفيوتشر. تمريرة دواء ورأسية يضيف الهدف الأول لفيوتشر بعد الكورة الأمامية، بعد الكورة للتشيب والكورة الرأسية. يتقدم فيوتشر 1-0. يتقدمت فيوتشر 1-0. عايزين الإعادة، عايزين نشوف الكرة الممتازة، الكرة، شوف التمريرة، شوف الرأسية، شوف المرور، شوف الكرة الأمامية. عمر السعيد انطلق وراح، ورأسية في المرمى. 1-0 للفريق الأزرق. مرعي يتقمص دور محمد رضا، يتقمص دور مهند لاشين، يتقمص دور ناصر ماهر. ورأسية من البديل، رأسية من الكبير، رأسية من اللاعب الطويل جسمانيا طبعا عمر السعيد، بالرأس يضع الكرة في المرمى. يتقدم فيوتشر 1-0. يكسر الحاجز ويكسر تألق محمد.